من بعد ما لقيت البلاصه اللي عجبتك جرب شنو تقدر دير فيها، ماشي ضروري شي حاجه اللي صعيبه، المهم هو الكومبوزيشن وشي حاجه اللي مرتاح فيها. ومن بعد ما لقيتي شنو غدير غادي تحيد داكشي اللي ما بغيتيش يبان. انا خدت صوره ديال البلاصه خاويه يمكن نحتاجها من بعد، ودابا غادي ندير الوقت 10 ثواني باش تاخد صوره. نمشي وانا كنحسب الوقت، 5 4 3 2 1. انا فوتوشوب غادي نبعد بين المسافه باش يبان القوس كبير. وهيا وجدت، متنساش دير لايك وفولو في انستغرام، تقدر ديرها في التليفون ديالك، وكاين ستيكرز وبوستر كبار غيجيو من بعد. عجبتني هاد البلاصة وخديت لها تصوير، ملقيتش كندير نصور راسي بوحدي، شاري عامر خصني نجي معايا اللي يصورني. خدينا هاد التصويرة ولكن انا لبس الكحل والخلفية كحلة ما جاتش مزيان. مشيت بدلت حوايجي لبست الكري ورجعنا، ولكن لقينا شي ناس خدامين تما تسنينا حتى مشاو. وهم مشاو ولكن باقي واحد المشكل، الناس كيدوزو بزاف. المهم غنبقاو نتسناو ونجربو حتى تصدق صورة كيف ما بغيت. كاين اللي ما كيدوش من قدام الكاميرا، اغلبيه كيغفلو بسرعة. خاصي يدوز موتور وفي نفس الوقت نكون لاعب انا الوسط وكل حاجة تكون في بلاصتها. انا فكرت ناخذ صورة ديالي وناخذ صورة ديال الموتور تما ونجمعهم من بعد حتى كيقرب يدوز شي واحد في الاخر كيعوج الطريق اولا كيدوز ليه شي واحد من قدام. داز الموتور ولكن جينا بجوجنا الوسط. انا اللي بغينا ولكن فهاد اللحظة حسيت بهاد التصويرة غادي تقتل شي واحد فين، خصنا نمشيو. هاي التصويرة موجودة في انستغرام، متنساش دير لايك وفولو، تقدر ديرها في التليفون ديالك، كاين ستيكرز وبوستر كبار غيجيو من بعد. ما فهم والو منين قلت ليه ولكن اللي ضحكني في هادشي هو منين حسب لي انا بنت كيفاش سولني. واش كتبتي شي فلوج؟ من بعد منين عرفني الدري كتبتي شي فلوج؟ ما كاينش الفرق، هضر مقاد مع اي واحد. انا ما خلوناش نبقاو لداخل حساب لي واش كنلعب معاهم. تسنيت شويه ومشيت صورت التصويره ديالي دغيا ومشيت فعال. ما تنساش دير الباركور باش تختصر الطريق دغيا. يكون هادشي هو هداك ما فيه اللي عاود